لم تتوقف اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى طوال الأعياد اليهودية خلال هذا الشهر، وشهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عيد العرش اليهودي الذي يستمر لثمانية أيام، حيث استغلته الجماعات المتطرفة لزيادة أعداد المقتحمين. منطقة باب الرحمة أصبحت المكان الأكثر احتكاكا، هنا يجلس عدد من المرابطين والمرابطات لقراءة القرآن والصلاة، ومنهم من يعتقل ويطرد للخارج لتفريغ المسجد الأقصى. يؤسفني جدا أنه كل الدعوات اللي تقال على منبر المسجد الأقصى المبارك، في المساجد، في الإذاعات، في وسائل الإعلام، بأنه على كل أهل القدس من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى عليه أن يصل إلى المسجد الأقصى المبارك. هذا مسجد لكل المسلمين، أنتم أمناء عن كل المسلمين، سواء كان أهل القدس أو أهل فلسطين. من يستطيع يجب أن يأتي. هذا التناقص في الأعداد أنا أعتبره مؤشر ليس طبيعي. الأعياد اليهودية أضحت نقمة على المقدسيين، فسلطات الاحتلال اعتمدت على مبدأ إخلاء المسجد من رواده، وأصدرت قرارات إبعاد بحق النشطاء والمرابطين، ومنعت المئات من دخول الأبواب بحجج أمنية، وفي الداخل تستفز الشبان لتطردهم خارج المسجد، كل ذلك لإخلاء الأقصى من المسلمين تاركة غلاة التطرف يؤدون صلواتهم التلمودية. وأنا أثناء الصلاة، مش بعد ما خلصت الصلاة، وأنا قاعد بصلي تمام، قامت القوات الخاصة اليسام باسمها اليسام بسحبي من المكان اللي أنا متواجد فيه وإخراجي على باب الأصباط، من ثم أخذوني على منطقة على نقطة اسمها بيت إلياهو اللي هي نقطة شرطة. بيانات الشجب والاستنكار باتت غير مسموعة في الأروقة السياسية الإسرائيلية التي تدعم الاقتحامات بإرسال وزرائها ونوابها في الكنيسة للمشاركة فيها، بالتزامن مع العجز الفلسطيني لمواجهة الأخطار التي تحيط بالمسجد الأقصى. العشرات من غلاة المستوطنين يحتشدون قبالة أبواب المسجد الأقصى ليلا ونهارا ومنذ أيام، أما داخل المسجد فإبعادات واعتقالات، وفي المقابل اقتحامات لا تتوقف. أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلة.